عن اللايرز. اللايرز لو ابتدينا ملف جديد فايل نيو واخترنا الملف بتاعنا بالديفولت سيتنجز بتاعته، انا هختار ديفولت فوتوشوب سايز، تمام. هو هيدين هنا كباك جراوند كولر اللي هو الوايت، هقول له اوكي. اوكي كده احنا عندنا ايمج مكونه من باك جراوند، تمام. اللاير الوحيده فيها هي الباك جراوند، واللاير دي لو هتلاحظ ان هي عليها لوك، تمام. عشان نشوف اللوك انا هعمل لاير ثانيه بس عشان اكليك عليها. اوكي هو عمل لي خلى لي اللاير الثانيه اللي هي الترانسبيرنت لاير اللي فوقها، خلاها هي الاكتف لان هي لونها ازرق، وزي ما انت شايف اللوك او الباك جراوند معمول لها لوك. احنا اتفقنا قبل كده ان الحاجه الوحيده اللي بتعرف تشتغل على الباك جراوند اللي هي الباك جراوند اريسر، وبمجرد ما بتشتغل على الباك جراوند اللي بيحصل ان هي بتحول كلمه باك جراوند دي للاير. احنا شفناها قبل كده واشتغلنا بيها قبل كده. طيب انا هعمل ملف جديد فايل نيو تاني، وهختار ان انا اقول له ترانسبيرنت. اوكي ادي ترانسبيرنت، بمجرد ما غيرت له ترانسبيرنت غير لي البريزيت لكاستم، تمام، وحافظ على الـ نفس الدايمنشن المقاسات زي ما هي. هقول له اوكي. تعالوا نبص على اللاير دلوقتي، هنلاقي ان هو حط لاير واحده وهي اللاير دي ترانسبيرنت. احنا بنعرف ان اللاير ترانسبيرنت لان الشكل اللي هو بتاع رقعه الشطرنج، تمام، الكانفاس نفسه بيبقى شكل المربعات دي او شكل رقعه الشطرنج. اوكي لو عملت فايل نيو تاني وبدل ما اخترت ترانسبيرنت اخترت باك جراوند كولر، تمام، بمجرد ما هختار الباك جراوند كولر هقول له اوكي. اوكي هيختار لي الباك جراوند كولر اللي هو الابيض اهو، تمام. لو عملت اكس سويتشنج وقفلت الملفات دي كلها لان انا ما سيفتهاش، اوكي، وقلت له نيو وقلت له باك جراوند كولر، هقول له اوكي. ادي الباك جراوند كولر بتاعي اللي هو موجود اللي هو الاصفر. هعمل اكزيت للكلام ده كله وهفتح ملف انا كنت عامله من شويه اللي هو لير بي اس دي. اوكي لير بي اس دي ده ملف انا كنت عامله من فتره وكنت شرحت لك عليه، حتى كان هو الجزء اللي موجود وانا بشرح الباليتس. عشان نشوفه كويس انا هصغر الحاجات دي كلها وهدرج اللير بره. اوكي هكليك عليها كده. اوكي ادي اللير زي ما انت شايف. احنا عندنا باك جراوند، تمام، وعندنا حاجات معمول لها هايد وحاجات معمول لها شو. الحاجات اللي معمول لها هايد مثلا لو اللير اللي هي خمسه دي انت شايفها قدامك اهي في اللير، لكن مش شايفها في الكانفاس او في الايمج، تمام. الاي بول او العين اللي هنا المكان ده بتعمل هايد وشو لللايرز. اللايرز بتشتغل بالترتيب، يعني اللي فوق التاني هو اللي هيعمل الايفكت عليه. يعني احنا عندنا هنا باك جراوند اللي هي اللاير نمره 2 دي، انا عاملها باك جراوند للايمج بتاعتي لان انا الايمج بتاعتي لونها ابيض، تمام، او الباك جراوند بتاعتي لونها ابيض، انا عامل لها ديسيبل مش عايز اشوفها. وانا دلوقتي عندي لاير 2 اللي هي دي، لو هتلاحظ اللاير 2 الفيل بتاعها حوالي 65%، فهي مبينه شكل ترانسبيرنت ده شويه. لو غيرت الفيل بتاعها ل 100% هنلاقي ان الكالر اللي هو السوليد بتاعنا اللي هو الكالر الرصاصي ده اللي شبه الكانفاس بالظبط، الحد الاسود ده الحد ما بين مساحه الشغل وده حجم الايمج. يعني من هنا بنبتدي حجم الايمج، الجزء الاسود ده الايمج بتاعتنا، تمام. ما تتخمش في الفرق اللونين، انا عامل نفس اللون واحد. لو انا دلوقتي على اللاير اللي هي 2 وعملت ديسيبل ليها هوريني حجم الكانفاس بالظبط ورقعة الشطرنج اللي اتفقنا عليها اللي هي بتاعت ترانسبيرنت. طيب
لو انا عملت ديسيبل برضو للير 4 وهكبر شويه الاول قبل ما اعمل ديسيبل للاي، تمام. لو انت ملاحظ كده في حاجه هنا، انا هدوس على السبيس عشان انقل الهاند، اوكي. في حاجه هنا اللي هي عامله الشادو افكت، يعني انا هبين اللير دي اوكي وهعمل فيتنج سكرين، اوكي. بقى عندنا الشكل اللي هو الشادو، الايمج طالعه لبره شويه وفي وراها شادو. طيب هرجع لللير دي وهعمل لها ديسيبل. لو انت ملاحظ ان الايمج الجزء اللي اتضاف عليها اللي هو فرق درجات الالوان اللي هنا ادت شادو، تمام. هي ما هياش اكتر من لير عاديه خالص، تمام، فيها الشكل ده، اوكي. يعني اللايرز وهي فوق بعضها بتدي الايفكت اللي انت عايزه. ما تقلقش من الحاجات اللي فوق دي، دول انا هشرحهم واحد ورا التاني، انا بوريك بس اللاير بتشتغل بشكل مبسط قوي الاول ازاي. حاجه تانيه، اللاير لما بيتعمل لها انيبل وديسيبل بتاخد الايفكت، يعني بتديك الصوره اللي انت عايزها. يعني انا لو عملت انيبل لدي وعملت ديسيبل لدي هتبقى دي الايمج بتاعتنا. هقول له فيتن سكرين، اوكي، دي الايمج اللي موجود، ده الحجم اللي موجود، اوكي. ولو قفلت فوتوشوب وانت عامل انيبل وديسيبل لايمجز هيحافظ لك عليها، والمره الجايه لما تيجي تفتحها هتشوف الشغل ده كله قدامك، وهتشوف اللي مع اللايرز اللي انت شايفها معمول لها هايد، واللاير اللي انت مش شايفها العكس، قصدي اللاير اللي انت هتشوفها هيبقى الاي بول دي موجوده معاها او معمول لها شو، تمام، واللايرز اللي انت مش عايز تشوفها هيبقى معمول لها هايد زي دي، تمام. اللاير دي انا حاططها ك حاجه بس اوريك بيها اللي هيحصل، تمام. انا ادي اللاير الثانيه، في اتنين لاير هم فوق بعض، تمام، مش باين منهم غير اللي فوق لان دي الفيل بتاعها 100% ودي الفيل بتاعها 100%. طب انا لو جيت على اللي هنا دي وغيرت الفيل بتاعها ل 50% نشوف ايه اللي هيظهر. عمال الفيل بيقل علشان يعوض الفرق. الفيل هي تقريبا درجه ترانسبيرنسي، تمام. هعمل حاجه ثانيه برضه عشان اوريك ايه اللي بيحصل. انا دلوقتي في لاير 5 واخدت الموف تول وعملت كده، اوكي. زي ما انت شايف ان هو اخد اللاير اللي فوق بس اللي انا عاملها اكتيفيشن اللي انا فوقها بالكرسر، تمام، واللي هي لونها ازرق، وابتدى يحركها لي الناحيه اللي انا مشيت بيها، وابتدى يبين لي اللاير اللي تحت، تمام، اوكي. برضو في حاجات تانيه مرتبطه باللاير هوريها لك كده بسرعه. انا هرجع، هعمل كنترول وزد، اوكي، هرجع دي مكانها وهاخد اللاير دي هعملها ديسيبل، تمام، وهظهر دي وهظهر دي، تمام. الباك جراوند مش هتأثر معانا لان الفيل بتاع اللاير دي لون غامق اتقل منها وده ابيض فمش هيبان منه حاجه. عايز اوريك شويه حاجات تانيه هنتعامل معاهم بالراحه قوي 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 قوي، بس عايزك تبص عليهم دلوقتي. بس بص على الصوره بتاعتي ايه اللي هيجري لها، تمام، بمجرد ما اعمل شو وهايد لللايرز دي، اوكي. انا بعمل شو هايد واحد واحد وبخفي التاني، تمام. طب نجرب بقى اتنين مع بعض. احنا جربنا اللي فوق لوحده وجربنا اللي تحت لوحده، ادي الايفكت بتاع الاتنين مع بعض. طب نجرب واحد تاني كمان، تمام، نجرب ده كمان، ما اداناش حاجه. بس لو عملنا ديسيبل للاتنين اللي تحته وعملنا ديسيبل للي فوقه، اوكي، يعني كل واحد من دول بيأثر على اللي تحته بشكل ما. طيب دلوقتي كفايه كلام عن اللايرز، تمام، والدرس الجاي هنبتدي مع بعض ازاي نكريت نيو لير، ازاي نديليت اللير، واشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.